كما توفي 451 شخصا، اثنان منهم قبل الفترة المذكورة. وأدخل أكثر من 19,000 شخص إلى المستشفيات من المصابين بعدوى الفيروس التجاري المسجل كوفيد-19، منهم 1,890 في أقسام العناية المركزة. وبلغ معدل الإصابة المحسوبة على مدى 14 عاما في العاصمة بوخارست 12.89 حالة بكل مبتسمة وفقا لمديرية الصحة العامة. إن اليوم 12 على التوالي الذي ينخفض فيه هذا المعدل في العاصمة بعدما سجلت أعلى قيمة له في 22 الشهر الأول الماضي، حيث بلغ 16.54 حالة. وعلى الرغم من انخفاض عدد الحالات الجديدة خلال الأيام الأخيرة في البلاد، سيبقى النظام الصحي تحت الضغط لمدة أسبوعين آخرين على الأقل تحذر السلطات. أخنع الوضع الصعب الذي تعاني منه المستشفيات الرومانية العديدة من البلدان بتقديم المساعدة، حيث تلقت رومانيا يوم الثلاثاء 10 مكثفات أكسجين من إسرائيل التي تمثل الشحنة الأولى من إجمالي 40. الأجهزة ستوزع على الوحدات الطبية للمرضى المصابين بعدوى الفيروس التجاري المستجد. كما تلقت رومانيا مساعدات في مجال الأدوية والمعدات والكوادر الطبية من دول أوروبا مثل هولندا أو بولندا أو إيطاليا أو الدنمارك أو حتى جمهورية مولدوفا. من ناحية أخرى، نقل عدد من المرضى المصابين بفيروس المتلازمة التنفسية الحادة الشديدة سارس كوف 2 من الذين كانوا يعانون من حالات حرجة إلى وحدات طبية في ألمانيا لتلقي العلاج. واستقبلت النمسا وهنغاريا أيضا عددا من المرضى لتلقي العلاج في ستكون رومانيا الدولة الأولى في العالم التي ستطبق فيها الولايات المتحدة تقنية المفاعلات النووية الصغيرة. رئيس الدولة الرومانية كلاوس يوهانس وممثل الرئيس الأمريكي الخاص بالمناخ جون كيدي اتفقا مساء الثلاثاء في قمة المناخ في اسكتلندا أن بحلول عام 2028 ستدرج رومانيا في نظامها الوطني لإنتاج الطاقة هذا النوع من المفاعلات. ويشير بيان من البيت الأبيض أن هذا التعاون سيخلق ما يصل إلى 30,000 فرصة عمل في البلدين. شدد على أن هذا النوع من التعاون يتضمن عدة مستويات، تطوير التقنيات والإنتاج والخدمات، ويجب أن يمتد إلى مجالات أخرى. كما أشار إلى أن التعاون الوثيق في مجال التغيرات المناخية سيستكمل التعاون الناجح بين رومانيا والولايات المتحدة في العديد من القطاعات الأخرى، وسيساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية. رومانيا تحظى بأحد أدنى معدلات انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري للفرد في الاتحاد الأوروبي، أعلن الرئيس كلاوس يوهانس يوم الثلاثاء في غلاسكو في إطار قمة منظمة الأمم المتحدة للمناخ. وأضاف أيضا أن رومانيا ستتخذ تدابير إضافية للوصول إلى الهدف الأوروبي المتمثل بتقليص انبعاثات الغازات بنسبة 55% بحلول عام 2030. قالت دول العالم وعدوا في القمة الاسكتلندية أن بحلول نهاية العقد سيضعون حدا لإزالة الغابات وسيقلصون من انبعاثات الميثان، وهو غاز يعتبر أكثر خطورة على كوكب الأرض من ثاني أكسيد الكربون. الإجراءات تستهدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى درجة ونصف من مستويات ما قبل الصناعة، كما هو متفق عليه في معاهدة باريس عام 2015. ومع ذلك يبدو أن جميع البلدان مصممة على اتخاذ إجراءات عاجلة لتقليص الانبعاثات. والدليل